توقف قلبه فجأة، وفاة نجم شعر المليون ياسر البشبشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد أبرز وجوه الشعر والثقافة في الأردن، وله العديد من القصائد الشعرية والمؤلفات. إن لله وإنا إليه راجعون. توفي مساء يوم الخميس نجم مسابقة شعر المليون الشاعر الأردني ياسر محمد فلاح البشبشة، وذلك بسبب توقف قلبه بشكل مفاجئ. وتوفي الشاعر البشبشة داخل منزله في قرية محي بمحافظة الكرك جنوب الأردن، وفق ما تم تأكيده من أقارب له. والراحل أحد أبرز نجوم مسابقة شاعر المليون في نسخة عام 2009 المشهورة في الخليج العربي وتنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمل الراحل في إذاعة صوت الكرك التابعة لجامعة مؤتة، وكان أحد أبرز وجوه الشعر والثقافة في الأردن، وله العديد من القصائد الشعرية والمؤلفات. إن لله وإنا إليه راجعون، تعددت الأسباب والموت واحد. سألين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان. أعزائي المتابعين، وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.